لسه ما فيش من دقايق معدوده كنت بتكلم مع حضراتكم عن دور مراكز البحوث الزراعيه في استنباط اصناف جديده مقاومه لارتفاع درجه الحراره وتقدر تتكيف كمان مع التغيرات المناخيه. دلوقتي هنروح لكفر الشيخ وتحديدا لمحطه البحوث الزراعيه هناك في سخا، واللي تم فيها استنباط مجموعه من اصناف الرز الهجين والسوبر المتميزه الموفره للمياه عاليه الانتاجيه، ودي طبعا معادله صعبه جدا هدفها مواجهة تحديات ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية. خلونا نتعرف على أهم السلالات الجديدة من رز سخا سوبر 300. بدأت تتضح الملامح الكبيرة في نجاح المحصول الرز في مصر بطريقة مبشرة، رغم أن احنا في أراضي في نهايات الترع وأراضي متأثرة بنقص المية ومتأثرة بالملوحة، لكن عند المزارعين ما شاء الله الإنتاجية تعدت 4.5 طن ووصلت 5 طن و5.25 طن من الأصناف الحديثة اللي هي بنعتبرها الأمل الكبير، الأصناف العملاقة، أصناف السوبر سواء سخا سوبر 300 أو 301، بالإضافة للأصناف التقليدية أيضا، لأن المزارعين هنا ده موسم، يعني بعد ما كان الموسم بزراعة من 15 من 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 الأسبوع الأخران من 4 لحد نص منتصف مايو، لا بقت زراعة الرز متصلة إلى حد شهر 7 مع التكيف مع الظروف المناخية، التغيرات المناخية سواء ارتفاع درجة الحرارة أو زيادة الملوحة والكلام ده لها تأثيرات مباشرة على محصول الرز. علشان كده الأصناف التقليدية يمكن أقل تحمل، الأصناف الحديثة المبتكرة أصناف أكثر تحملا لهذه التغيرات. احنا بدأنا نزرع سوبر 300 وسوبر 301 من تقريبا من 2 3 سنين بعد ما بدأت مضرة المية وتغيير الجو وتغيير المناخ، بدأنا نزرع سوبر 300 لأنه هو صنف مقاوم للعطش وبيدي إنتاجية عالية، وممكن نزرعه ورا برسيم رباية ورا لب، زرع متأخر ما بيزعلش زي الأصناف التانية، لو كنت زرعه متأخر ما تاخدش منه محصول، ده كل ما تزرعه متأخر يجي في ميعاده أحسن من ما تزرعه بدري، وبيجيب إنتاجية عالية ما شاء الله، بيوصل الفدان تقريبا لخمسة طن، التاني كان بثلاثة طن، 3.5 طن. بالنسبة للحصاد، الأرض أول ما بتطلع الحصاد بتجف عشان تشيل المكنة، عشان المكنة ما تبوظش الأرض، بنبدأ نحصد بعد الندى ما يطير، وعلى مدار اليوم لحد ما نخلص بقى المغرب العشاء ما فيش مشكلة، وبننشر لا إما في الأرض لا إما في مكان واسع، وبيتقلب يومين أو ثلاثة ويبدأ يتعبى في الشكاير ويتباع بقى، يروح مضارب كده يعني. قشر الرز ما عادش مشاكل، هو بقى بيتباع، بقى بيجي المكبس يكبسه، الفدان بيتباع تقريبا ب 500 جنيه أو ب 600 جنيه، فبتستفيد منه هتحرقه ليه؟ الأول ما كانش له أي مخرج، هشونه فين أوديه فين؟ هو دلوقتي المكبس بيجي 3 4 5 أيام الأرض تجف، يكبسه وياخده منك ويحاسبك وأنت واقف وتاخد فلوس.